سلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب. يا مظلوم كربلاء، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع أقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا. يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل وجوهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، سور الحرم يحسن لا تجذب الونات، بل كتعزنا من الحرام تهدأ الرنات، تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين؟ خدر انهتك وانت غياث المستغيثين، عجل ادركنا لا يهتكون النساوين، لما نسمع ظل يتقلب فوق لو عار، تدري الغربة الضعضع عزوم الرجاجي، واني وحيدة وعايلة ومجبل علي ليل، وخافض عنا من الصباح من كربلا يشيل، والظل عارب هالفلا واحنا ضعيفات، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. بسم الله. زين بس كيف لا حول ولا قوة إلا بالله والعلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله.
إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا سعادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء، مصائب الزهراء وجرت المضجعا وأذقت قلبي من جفوني أدمعا. أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا أوصل إلى بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع لله ما فعلوا بآل نبيهم، ماذا فعلوا بآل نبيهم؟ قال فعلا له عرش الإله تضعضع. ماذا صنعوا؟ قال قادوا عليا بعده بنجاده ومن البتول الطهر رب الأضواء. وإذا تحكمت الإشاة لم يكن عجبا إذا قاد الذئاب صميدعا وضعت وراء الباب حملا لم يكن قد آن لولا عصرها أن يوضعا. بعد قال ومضوا بكافرها يهرول طيعا لولا الوصية، لم يهرول طيعا خرجت تعثر خلفهم تدعوهم خل ابن عمي أو لا أكشف للدقاء. رجعوا إليها بالصياط وسودوا بالضرب منها متنها كي ترجع نار الحقد شربه ونار الجزل بالباب. من قبل كانوا روح من جملة الحجاج بعلي وابناه والزهرة والكتاب
نادوا يا حيدر قوم لا تنوخذ قوة وقبلت البضعة داخل الحجرة بالأخمار نادي شبعنا تبرمون بدابل النار ما يناسب احجي ويا الغروب تنهض يا كرا عجل ترى يهجمون ما بيهم امروع ولا جاوب الكرار بس تجري دموعا فتحوا الباب من ورا الباب الوديعه والعبد بالباب اتجي وكثرت جموع حسوا عصر وغدت من خلف تلوى خرت وخر المحسن ونادت يا فضايا بالعجل دركني ترى مقدر النهضة انكسرت ترى ضلوعي وجسمي المرض مضايا ما بقتني من ضربتي المسمار قوة خديني لعندك وحيدر الكرار شوفي خبريه عن حالي وعين ضمر تحت بي صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشوق وقلبي على جمر الغضايا لجلي تلضي ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبتي في آخر جمعة من شعبان: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وليالي أفضل الليالي وأيامه أفضل الأيام وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجابا لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هانيا يغفر الله لكم. حبا للزهراء الثالثة. ارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. أولا وقبل كل شيء نسلم على الإخوة وعلى الآباء ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه والعمل فيه بما يرضيه ويحبه، ويجعلنا وإياكم
من عتقائه من النار وطلقائه من جهنم، وأن يدخلنا الجنة وإياكم في زمرة محمد وآله الطاهرين. هذه أول ليلة، وكما أعلن المجلس العلمائي وأعلن أيضا مكاتب المراجع، الظاهر أن هذه هي الليلة الأولى من الشهر الكريم. نتساءل نحن الآن من غروب شمس هذا اليوم، نحن مدعوون في ضيافة الله، كلنا ضيوف عند الله، دعوة من عنده للمؤمنين والمؤمنات ولكل من يؤمن بالله. الله عز وجل يقدم إليه هذه الليلة بطاقة دعوة للضيافة على موائد الله الواسعة الكبيرة. هذه الدعوة الإلهية الربانية ليس فقط من أجل فرحة الإفطار، للإفطار فرحة وأنسة، لكن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر عطايا، لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر منح، لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر هدايا، لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر عتقاء، لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر كل ما تصوره من خير. بركات هذا الشهر رسول الله صلى الله عليه وآله يكشف جزء منها، جزء منها يكشف. أما ما خفي ما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله لا أحد يعلم به، من عطاء الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا شنو؟ بعد انت فسرها شلون؟ هذا رب العالمين أكرم الأكرمين. اتصور انت كريم، اكو احد اكبر منه؟ ما اكو، ما اكو احد اكرم من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالرحمة، بركة، مغفرة. بعدين يجي عددها واحدة واحدة، أنا ما أريد أخوض في هذا، لأن بركات الشهر الكريم كل إنسان يلمسها، حتى غير المسلم أيضا يلمسها، حتى غير المسلم يستشعرها. بركات الشهر الكريم على الكون كله، على العالم كله، من هو مسلم، من هو مؤمن، ومن هو أيضا غير مؤمن يحس ببركة هذا الشهر. له خصوصية، خصوصية له. لكن هذا يحتاج أن يكون الإنسان يهيئ نفسه. رب العالمين قال أنا أبوابي مفتوحة، أبواب رب العالمين على مدار السنة أبواب مفتوحة. هذا ملك ما يسكر بابه،
لا ليل لا نهار، على مدار الساعة أبواب الله مفتوحة. لكن في هذا الشهر تزداد انفتاحا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتقبل أدنى الشيء من الإنسان، حتى الشيء البسيط اللي يمكن أنت ما تخلي له اعتبار وما تخلي له قيمة وما تخلي له مستوى، رب العالمين يقول هذا مقبول عندي، يقول هذا مقبول عندي. من هذا نستشفه؟ في ذيل هاي الخطبة كان علي جالس سلام الله عليه، علي بن أبي طالب كان جالس، وسأل رسول الله، رسول الله قال اتقوا النار ولو بشق، شنو تقدرها انت؟ نتفة تمرة تقدرها بشيء؟ هذه يقول رب العالمين هي شق التمرة تخليك ما تدخل النار، يعني هذا أدنى الأشياء. ذاك اليوم جمعة اللي فاتت حكيت أنا في هاي الموضوع، قال أحد الآباء يعني شنو يساوي شق التمرة؟ قلت له ما يساوي شيء، لكن ليس هو المقصود شق التمرة، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالذات يتقبل من عندك أدنى الأشياء الخيرية، أدنى الأشياء. أنت شنو تصور من أشياء ومن أعمال خيرية في ذهنك ما لها قيمة؟ عند الله لها قيمة. ما تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن رب العالمين في هذا الشهر فاتح الأبواب 24 ساعة ويتقبل من عندك، اللي الرسول يقول أنفاس الإنسان الله يعتبرها تسبيح، أنفاس الإنسان اللي يتنفسها الله عز وجل يعتبرها تسبيح، وإذا اعتبرها تسبيح يعني يسجل له شنو؟ حسنات، مثوبات، يسجل له أجر، يسجل له على هالنفس هذا. بعد عادة اللي ينام ما له نصيب، ما شكي عادة اللي ينام ما له نصيب، لكن في هذا الشهر عند الله له نصيب. الله عز وجل يعتبر النوم هم عبادة. نوم الإنسان المؤمن اللي هو صائم وملتزم بالحدود الشرعية وملتزم بأحكام الله وملتزم بما هو واجب عليه ومبتعد عن المحرمات، الله عز وجل يعتبر نوم هذا الإنسان المؤمن الملتزم هذا كأنما هو في محراب الصلاة، كان راكع وساجد وقائم وقائم يصلي في عبادة. عجل اللي يصلي في منتصف الليل الله يعطيه، اللي يقرأ القرآن في منتصف الليل الله يعطيه، هذا إذا النايمة الشكل الله يعطي، يعتبر نوم عبادة. وباللي يصلي واللي يعبده شنو الله يعطيه؟ هذا ما ندري عنه شو الله يعطيه، ما لي عد. إخواني آبائي، إحنا من هذا الشهر المفترض أنه تكون عندنا نقلة نوعية ويا رب العالمين، نقلة نقلة نوعية مع أنفسنا، مع مجتمعنا، مع أسرنا، ومع ربنا.
لان هاي فرصة ما تتعوض حبيبي، هاي فرصة ما تتعوض، وما معلوم انه الجاية اكون موجود، وما معلوم بكرة اكون موجود، ما معلوم. فرصة ابدا لا تتعوض. إذن احنا من هذا الشهر المبروك اللي فيه رحمة وبركة ومغفرة ورب العالمين الله يعطي على أدنى الأشياء، احنا المفترض نهيئ أنفسنا. إن أنفسكم مرهونة تحتاج لأنه شنو؟ فكير رهيبية، ذنوب، معاصي، سيئات، تجاوزات، الأخطاء، وعلى المعدل هذا. قلت للإخوة في يوم الجمعة إحنا علينا في هاي الشهر المبروك، في الشهر الكريم، شهر المغفرة، أنه نجي مع أنفسنا ونركز على جوانب عديدة. طبعا هاي الجوانب مو من البداية بتنضبط بتكون في أكمل مراحلها، لا، وإنما نعتبر هذا الشهر شنو؟ هو بداية الانطلاق، بداية أن ننطلق في برنامج حياتي من خلاله نصل إلى ما نصبو إليه، وما نصبو له هو رضوان الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور إذا أسسناها ورتبناها وجعلناها على وفق السكة الصحيحة توصلنا إلى نتيجة صحيحة، إلى أفعال صحيحة، إلى سلوكيات صحيحة، إلى أعمال صحيحة، وإلى خاتمة حسنة. إذا ما ترتبت طبعا يكون هناك تعثرات، والتعثرات بعض الأحيان تصير خطيرة، خطيرة جدا. إنسان يمكن يطلع من الدنيا وهو على غير شيء، على ملة غير الملة، وعلى الطريقة غير الطريقة، يهوديا، نصرانيا، مجوسيا، وعلى المعدة. في هذا الشهر الكريم خلينا نسوي لنا برنامج، يعني كل واحد من يسوي له برنامج بقدر ما يحمل من ثقافة ومن معرفة ومن مفهومية. وأتصور أن هذه الأمور هي معروفة عند الكل، لكن مستويات المعرفة نسبية من شخص إلى شخص، إلا أن المعرفة بشكل عام هي موجودة عند الكل. أولا عندنا جنبة روحية مع أنفسنا. جنبة روحية عن شنو؟ الجنبة الروحية يعني أن هناك رقة في القلب وتجاوب من الجوارح وسيالان دموع. شوف اكو بعض الاشخاص بمجرد ان يقرا الدعاء قلبه يخشع، جوارحه تخشع، عينه تدمع. هذا عنده جنب روحيه. اكو شخص اخر لا، البعض يقرا القران تشوفه يبكي، هذا عندي جنبة روحية. أكو واحد لا، ولا كأن افعل شيء،
يقرأ الدعاء، يقرأ قرآن، يسمع كذا، بل حتى هذا يسمع مقتل الحسين وهو لا يشعر قلبه موجود. ليش؟ الجنب الروحية ميتة عندي، الجنب الروحية ميتة. زين، هذه الجنب الروحية لازم تنميها. ليش تنميها؟ تنميها حتى باكر إذا أردت تفعل فعل مو زين عاطفة قلبك يتحرك، تقول ما أسوي. أنت الآن هالأيام في بعض الدول إلا أكو فيها مخاضات، أكو في دول فيها بعض المخاضات وبعض أفرادها خارجين من عقلهم، ما عندهم عقل، أجساد تتحرك، عيون مفتحة، إذن مفتحة، لسان طلق، جوارح قوية، لكن عقل ما في. يمسك الإنسان من أعلى طابق ودبه إلى الأرض، ها شنو عنده قلب روح؟ ما عنده روح، ما عنده. هذا الجنب الروحية ميتة عنده.
قوي بالعبادة. احنا وين؟ مو شيعتهم؟ مو ندعي احنا شيعتهم؟ على الاقل ابسط الاشياء نسويها، ادنى الاشياء نسويها. شي يضري لو صليت ركعتين؟ ترى احنا باكر ورانا سفر طويل، سفر طويل، لا تنسى. هاي جنبة ثانية، في شهر رمضان سوي لك برنامج عبادة. ايضا عندنا جنبة ثانية هي الجنبة الفكرية والثقافية، هذه قويها نميها. ما تعرف تقرأ اسمع شريط، اسمع محاضرة يوميا، اذا مو يوميا يوم ترك. خل عندك نهم ثقافي، نهم فكري، اطلع قوي هالجنبة هذه حتى تكون عندك معرفة واسعة بالأمور الحياتية اللي تخصك وتخص المجتمع. شيء آخر، شوي أنا طولت عليك، الله يعودكم ويحفظكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله. هو أيضا لا تنسى الجنبة الأخلاقية، اللي عنده حالة العصبية شوي زايدة يحاول يضغط على الروح في هالشهر، لا يعصب بسرعة. ترى يقول الحديث من صام شنو، مو بس بطن صايم عن الأكل، بس لسان ما صايم عن الحكي وعن الكذا، ايده ما صايمه، رجله ما صايم، عينه ما صايمه، اذنه ما صايمه، بس بطن صايم عن الاكل. مشكلة اللي عنده شوي حماسه وعصبانيه شوي بسرعه يعصب، خليه يسوي له برنامج يقول انا السنه في هذا الشهر هذا اريد اكون بارد الاعصاب. شلون اكون؟ هذا هو لازم يسوي له برنامج، لانه هو يعرف نفسه. لأن يوم اجي تنمي هذا الجانب يكون عندك شنو؟ يكون عندك قرب إلى الله سبحانه وتعالى، لها علاقة. لأن بعض الأعمال والتصرفات الخاطئة اللي يمكن الإنسان عدها بسيطة هي محبطة للأعمال، محبطة لثواب الصلاة، محبطة لثواب الصوم، محبطة لثواب الصدقة، وعلى هالمعدل. فأنت ليش تحبط أعمالك بشوية حمل، شوية عصبية؟ ما تسوى الدنيا ترى أنه تعصب فيها. الإنسان إذا استطاع أن يسوي لهذا برنامج، طبعا بلا شك أن الله سبحانه وتعالى زين يعطيه ويمده ويفتح له باب الخير ويفتح له آفاق يتصور أنها غير موجودة، لكنها موجودة لأن الله فتحها له. وإحنا نريد كطائفة شيعية يكون أفضل والأحسن والأجمل في فكرنا، ثقافتنا، في أعمالنا، في سلوكياتنا. ما نريد نصير مثل ها الآخرين اللي يتجاوزون القيم، يتجاوزون المبادئ، يتجاوزون الأخلاقيات، يتجاوزون كل ما هو ها لقيمة. احنا ما نريد نكون، احنا نريد نكون قريبين إلى أهل البيت. عندكم التاريخ واضح، إنسان المؤمن ما يضرب مرأة، إنسان المؤمن ما يضرب طفل ولا يؤديه، الإنسان المؤمن ما يجاسر على الآخرين ويهجم عليهم بيوتهم، الإنسان المؤمن مطبق لشرع الله، ملتزم لشرع الله، لحدود الله، لآداب الله، ملتزم. لكن انظر ماذا صنع
من هو مدع انه مسلم انه مؤمن انه تابع لرسول الله. ايش سوى في بيت فاطمة الزهراء؟ ايش سوى؟ من يقول ان الهدف يخليك تتجاوز كل القيم وكل الآداب وكل الأخلاق من أجل أن يعني الغاية تبرر الوسيلة؟ لا والله لا يجوز. لذلك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه المرأة الجليلة العظيمة التي وقفت حامية للرسالة بعد أبيها مدافعة عن الولاية التي أسسها الله ثبتها الله أكدها الله في كتابه. هي دافعت عن علي؟ لا، هي دافعت عن أساس ومبدأ الولاية. ماذا تريدون؟ قالوا نريد علي إما أن يخرج وإما أن ندخل إلى الدار. محادثة بسيطة جرت بينها وبين القوم. الرجال بعد ما تحمل هاي المحادثة مباشرة، مجرد أنه علم أن المتحدثة هي فاطمة، وإذا به يركل الباب برجله. فاطمة تفاجأت للوضعية مباشرة، أخذت ملاذا من أجل الست، صارت خلف الباب. لذلك يقول قال سليم، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئدانوا؟ قال نعم وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكن لاذت وراء الباب رعاية الصوت والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا قادت بنفسي أن تموت عسرى. دخلوا الى علي، ابو حسين جالس بالحجرة مقيد بالوصية، اخذوا ولبدا بحمائل سيفه، اما مولاتنا سقطت مغشيا عليها. بعد أن أسقطت محسنا جاءت إليها في الضيف، انتبهت من عشوتها صاحت يا في الضيف أين علي؟ صاحت سيدتي خرجوا به إلى المسجد، ما كان من فاطمة إلا أن أناطت الخمار على رأسها، تجلببت جلبابها خرجت. لكن أي خروج هذا؟ خروج كل ألم والدماء، والدماء تسيل من ضربة المسمار وهي تنادي خل ابن عمي ولا اكشب للدعاء راسي واشكو للإناله
الإله ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا بعيوني ورنت إلى القبر الشريف بعبرتك لا وقلب المكمد المحزون نادت وأطفال المصاب بقلبها أبتا كأني بينادى قومك يا ابويا ما رعوني مخلاف عينك مخلاف عينك مرمروني ومن البك عليك منعوني صحت امر على عبده وضربني ولا خدم يا قربه ولا رحمني ومن الناس ما واحد رحمني ومن الناس ما واحد رحمني لطحت على قبر النبي ست النساوية تجري مدامحا وتسبج راح ليدا ضلت تشم القبر وتنادي يا مختار ما تدري بحالي وحال المرضى بجسع جرت علينا القوم يا صفوة الجبة فينا الوصية مرعوها يا ضي العين فينا الوصية عقب عينك مرعوها وانتك يا ابويا غلاف عينك مرمره ومني النحله يا رسول الله خذوها بنت من ام من حليله من اللهم انا نسالك وندعوك احب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والائمه المعصومين من ذريه الحسين اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره وعجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم أنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وطلقائك